نروح ل يعني لخبر يهم كل الناس وتحدي يومي، يمكن في وسط تحديات كتيرة بنمر بيها. احنا بدأنا الحلقة وقلنا التحدي العام للعالم كله هو تحدي اقتصادي، ما عندناش بقى تحديات رفاهية ولا مين هيبقى متقدم أكتر ومعدلات النمو، وكل ده كلام مهم جدا، لكن هو تحدي اقتصادي لدعوة بأكل العيش. هناكل ايه؟ هنكفي شعبنا، هنعرف ناكل وناس تروح شغلها وناس تحافظ على أشغالها. دي التحديات الأساسية، عشان كده واحدة من الوزارات اللي احنا عارفين ان عليها تحدي حقيقي في توفير لقمة العيش حرفيا وليست مبالغة هي وزارة التموين. النهاردة دكتور علي مصلحي وزير التموين أصدر بيان بيتكلم فيه عن الإجراءات اللي تم اتخاذها لصرف الخبز المدعم اللي تفعيلا وتمكين لوصول الدعم للمستحقين، ودي الجمله اللي هتلاقونا بنسمعها كتير قوي، لكن هي الهدف الاكبر، مشكلتنا الحقيقيه واللي لو ما واجهناش نفسنا بيها نبقى بنتشيك بقى وبنعمل نفسنا اننا مثاليين، والحقيقه ان احنا مش محتاجين نعمل كده خالص. احنا اوحش عيوبنا كمجتمع او بعضنا يعني في المجتمع اننا نعرف نتلاعب على كل حاجه حلوه، وبالمناسبة ونعرف نبوظ كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة من أول الدعم بتاع رغيف العيش اللي معمول عشان ما بالمنطق كده اللي مش قادر يجيب تمن رغيف العيش العادي لازم ياخده مدعم. فتخيل بقى إن اللي قادر يروح يتلاعب على حق اللي مش قادر، قصة تاني، مخزون أخلاقي عنده مشاكل بقالنا كتير، لكن احنا شاطرين قوي في ده، نتلاعب في كل نظام. عشان كده هتلاقوا انه حتى منظومة التموين، منظومة الدعم، اي منظومة حكومية يقول لك ان احنا بنعمل بث تجريبي او بنجرب الخدمة، وبعدين لما تظهر بقى الفهلوة العظيمة اللي احنا بنسميها فهلوة وذكاء، مش ذكاء ابدا، تدي يحصل تحديث لهذه الخدمة، وبالتالي في تحديث كبير لدعوة ب المستفيدين، والمستفيدين من دعم الخبز المفروض أن بيوصل عددهم ل 72 مليون مواطن. الدولة بتدعم الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويا، يعني اقسم كده على 12 شهر 5.5 مليار جنيه شهريا. ايه الضوابط بقى عشان نمنع الالتفاف وعشان نمنع ان حد ياخد خبز مدعم ويروح يبيعه؟ اول حاجة، اول اجراء، انه عشان احافظ على مكاني في بطاقة التموين لازم رقم التليفون المحمول بتاعي يبقى مسجل. تاني حاجة، صرف الخبز اما يوميا او لمدة 3 ايام مسبقا. الحاجة التالتة، انه لو انا صرفت الثلاث ايام المسبقة ما صرفوش خلال الايام التلاتة اللي بعدها، طبعا منطقي. في حالة صرف الخبز اليومين، الانتظار ليومين اخرين. يعني التفصيله دي انا مش فاهماها قوي بصراحه، بتاعه تنظيم صرف الخبز في ايام، يمكن لمنع التكدس، يمكن لاسباب لوجستيه حصلت اثناء تقديم الخدمه، لكن نفهم اكتر من استاذ محمد سعد وكيل وزاره التموين في اسكندريه. مساء الخير استاذ محمد. اهلا بيك. الاول قبل ما اسالك عن الضوابط الجديده، اتفضل ما تحكيلي كده الناس بتعمل ايه عشان، او الفهلوة المصرية وصلت لفين وتعبتكوا ازاي؟ طيب، هو عشان نقول فهلوة فللأسف الشديد المواطن هو اللي بيكون السبب الرئيسي فيها. موافقاك. ازاي؟ البطاقة التموينية دي بطاقة شخصية المفروض بتبقى مع المواطن، بيحتفظ بيها في جيبه. عايز يصرف تموين بيروح يصرف وياخدها ويمشي، عايز يصرف خبز بيروح يصرف وياخدها ويمشي. بعض المواطنين بتتساهل شويه وبتسيب بعض البطاقات ديت بتسيبوها عند بعض قله من اصحاب المكاتب. يسيبها عند صاحب المخبز؟ يسيبها عند صاحب المخبز، يقول لك بدل ما انساها في يوم، بدل ما تبوظ مني خليها عنده وخلاص، وقت ما بعوز العيش هروح اخده منه. واخد بال حضرتك؟ بيعمل ايه بقى صاحب المخبز؟ صاحب المخبز بقى بيعمل ايه؟ وده اللي هو بسببه صدر التنظيم الجديد اللي احنا مع الوزير اصدره النهارده. صاحب المخبز كان الاول البطاقه فيها رصيد خبز للمواطن، احنا الحصه بتاعت المواطن، بس عشان نبقى واضحين برضو رساله للمواطنين عشان بعض الشائعات اللي طلعت، حصه المواطن 5 ارغفه في اليوم. يوميا 5 ارغفه ب5 قروش بنفس الوزن بتاعه، ما فيش اي تغيير في الحصه ولا في السعر ولا في الوزن ولا في نقاط الخبز للارغفه المتوفره. حلو، يعني العيله اللي 4 افراد بتاخد 20 رغيف؟ 20 رغيف يوميا. 20؟ اوكي. 20 رغيف بجنيه صح كده؟ 20 رغيف بجنيه، تمام.
الاول كان بيبقى المواطن بياخد العيش اللي هو محتاجه والباقي بيفضل رصيد في البطاقه. فلو البطاقه سايبينها عند احد اصحاب المخابز كان بيبقى صاحب المخبز ممكن ايه، لو المواطن بيقعد 3 4 ايام ما بيصرفش يبقى هو ضاربها يومين مثلا او ثلاثه وياخد القبض ليه هو ويبيعه قار. يجي المواطن ثاني يوم يروح يصرف بيلاقي رصيد عادي في البطاقه وبيصرف. فما بيعرفش ان ايه الرصيد بتاعه اقل او اتاخد منه. النهارده النظام الجديد اللي اتعمل ده عشان لو حصل حاجه زي كده هتكشف فورا قدام المواطن. اوكي. وده اللي حصل بالفعل، لان النظام دوت متطبق من يوم 1/6. هتكشف ازاي يعني؟ المشاكل كلها ابتدت امبارح الناس تتكلم عليها والنهارده. ليه؟ لان المواطنين اللي سايبين بطاقات عند بعض اصحاب المخابز ممكن يكون صاحب المخبز صرف يومين او ثلاثه. وبالتالي المواطن ما عندوش، المواطن راح النهارده يصرف ما لقاش قبض في البطاقه بتاعته. فهمت. فطلعوا اشاعه ان الحكومه نقصت الحصه وان انت صرفت امبارح يبقى مش هينفع تصرف النهارده وتيجي بكره تصرف. دي كانت كلها اشاعات، لان هو في الغالب قد يكون صرف الحصه بتاعت اليومين. فهي عمليه تنظيميه للمواطنين. حلوه. يوميا بيصرف الخمس ارغفه بتوعه. من حق بعض المواطنين كبار السن او اللي عندهم ظروف او كده ممكن مش قادر يروح المخبز كل يوم، فممكن ياخد حصه يوم او يومين او ثلاثه. حلوه. زي ما هو عايز. حلوه. بس زي ما حضرتك قلتي برضو ان انا طالما خدت العيش بتاعي يوم الاحد والاثنين فالطبيعي ان انا مش هروح يوم الاحد او الاثنين اخد عيش، هروح الثلاث. بالظبط. هلاقي حصتي موجوده. طيب نفترض المواطن ما راحش خد يوم السبت عيش وراح يوم الاحد عايز العيش بتاعه، هياخد حصه يوم الاحد بس. حصه يوم السبت هتتحول لنقاط خبز. بالظبط. يعني مش هتتجمع له اخر الشهر بيطلع له مبلغ بيروح يصرف بيه سعر تمونيه من عند المنافذ التمونيه بتاعتها. بالظبط. ما يبقاش باثر رجعي ما يقدرش ياخد، لكن تبقى لا، لكن ياخد مستقبلي. حلوة. وهي دي كانت عمليه تنظيميه جدا، دي حاجه مهمه جدا. موضوع تسجيل رقم الهاتف الهدف منه. طيب. انه بيوصلني تحديثات او اي تواصل معايا. طب هقول لحضرتك، احنا طبعا في ظل التحول الرقمي اللي دعا اليه السيد الرئيس، النهارده كانت وزاره التموين طبقه فعلا في التحول الرقمي في تقديم خدماتها على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا عندنا موقعين بيقدوا خدمه تموينيه لاصحاب البطاقات التموينيه، موقع دعم مصر وموقع مصر الرقميه. الخدمات ديت من المواطن لو في ايده بطاقه التموين بيخش بيسجل رقم بطاقه التموين وبعد كده بيفتح له الموقع اللينك بتاعه بيقول بقى عايز خدمتي، عايز اعمل بدل فائد، بدل تالف، عايز احول بطاقه. فسهل جدا اي مواطن يلاقي بطاقه او يسرق بطاقه ان هو يخش يحولها او يطلع بطاقه غيرها او يتصرف فيها كيفما يشاء. طب النهارده انا عايز اتحقق من المواطن اللي داخل على الموقع عشان يؤدي خدمه تموينيه. اتحقق منه ازاي؟ لازم يكون عندي قاعده بيانات كامله وفيها رقم هاتف مسجل باسمه بنفس الرقم القومي اللي مسجل عندي على قاعده البيانات. وبالتالي لو دخل يطلب خدمه ببعت له رساله تاكيديه اس ام اس على رقم الموبايل بتاعه المسجل عندي. حلو. في رقم سري دخله لي عشان اطمن ان انت صاحب البطاقه. حلو جدا. عشان البطاقات الدواره دي اللي ماشيه الناس بتوزعها. بس فدي كانت حاجه مهمه جدا لمصلحه المواطن قبل ما تكون لمصلحه الحكومه. احنا دايما بندور ازاي نطمن ان البطاقه مع اللي يستحقها. طبعا. عشان كده بنعمل بعض الاجراءات. بعض المواطنين قالوا ده عايزين رقم الموبايل علشان يشوفوا بسال الفاتوره بقد ايه ويشيلوني من التموين. غير صحيح بالمره. طب. انا عندي الرقم القومي بتاع حضرتك اقدر اتواصل مع الاربع شركات واجيب استهلاكاتك. اصلا مفيش ادنى مشكله عندي. بالظبط. انا كل اللي انا عايزه عايز اتواصل معاك. عندي تحديث، بدل ما ابعت مجموعه مكدسه في توقيت واحد ويحصل تكدس على المكاتب التموينيه، انا هبعت لمواطن مواطن وقت ما يظهر حاجه ليا انا عندي كقاعده بيانات. بالظبط. هبعت لك رساله اس ام اس اقول لك لو سمحت انا عايز بيانات كذا، لو سمحت في تحديث كذا، هيقدر يتواصل معانا ويبقى بسهوله جدا نقدر نتواصل مع صاحب البطاقه الفعلي. انا بشكرك يا استاذ محمد وربنا يعينكم على المسؤوليه الاصعب، وصول الدعم المستحقين. احنا عندنا ازمه كبيره جدا، يعني انه في ناس، وده ذنب مجتمعي احنا نشيله طول عمرنا، هنفضل شايلينه لحد ما يتغير، انه في ناس فعلا مستحقه المساعده، مستحقه الدعم، احنا مش عارفين نوصل لهم لسه، لا الحكومه عارفه توصل لهم ولا الافراد ولا الجمعيات ولا الناس بتشتغل في الحاجات الخيريه، لانهم تحسبهم يعني نحسبهم اغنياء من التعفف، يعني لانه اللي محتاج فعلا نفسه عزيزه بشكل، واللي محتاج فعلا
لا ليه في اللف ولا في الدوران ولا في للحركات اللي بتتعمل اللي بتاكل حق المحتاج. والحقيقة ان اللي بيحصل من الحكومة بنبقى ليه مبسوطين وممتنين انه في حالة من الضبط، مش عشان احنا عايزين نغلس على بعض، لكن احنا عايزين نمنع الحرامي اللي في وسطينا من انه ياخد حق الراجل اللي ساكت اللي قاعد في اخر الطابور ده اللي هو اكتر واحد مستحق. هنرجع ونقول ونعيد في القصة دي، في حاجة في الكود الأخلاقي بتاعنا كمصريين لازم تتظبط، وفي حاجة اللي في أجيال كده ما اتعلمتهاش لو لحقنا نعلمها ونقولها لبعض. يعني في مجتمعات كده أوحش حاجة عندهم الكذب. إحنا مين قال لنا يا جماعة إن الكذب ده حاجة عادية؟ أوحش حاجة وأكتر حاجة مرعبة السرقة، لكن السرقة بتاعت أمد إيدي في جيبك، لا مش هي دي بس السرقة، لكن اللي بياخد عيش مدعم وهو مش محتاجه حرامي.